ايه شاف؟ عشان بس دماغ ما تبص اكتر من كده معايا. قولي. انت اختم الحلقه انت بطريقتك يعني، اه او اعمل اعمل برومو لنا على برومو. نفسك، اعمل برومو لنفسنا، انتظرونا ولا في ولا ما هو ده، نفسنا. ما هو ده خطر. عيب انا موظف في عيب قناه، ده استاذه وقناه بجد. اخويا كبيره بتاخدنا ومحتكراني. انت ضيف النهارده، بتاخدنا ضيف معاك يعني، اتمنى انهم يوظفنا معاك. هيسامحوك ان شاء الله يوم القيامه. قول لهم عايزين نتوظف معاهم، لان هنا مش عايزين يوظفونا. من سنين وسنين في القعده دي من سنين حبيبتي، لو سمحتي كويس يا حبيبتي، والله هو كويس هيشتغل لوحده، اديله فرصه بس اشغل الظروف. ثلاث ستات حلوين بقالهم سنين من سنين، كويسين مش كويسين، اتفرجوا عشان تبقوا عارفين. ايه ده؟ الله، انت دقنك حلوه. اه ايه ده، انت محددها تحديد؟ انت حالق. اه ده حداد ولا ايه ده؟ ايه حداد ده؟ هو حداد فعلا يعني حداد. ايه ده؟ ده لو صاحبك مش هتعمل حالك حداد. حاسس ان هو اللي حسم الماتش، حاسس ان هو اسمه على باب الشقه، واسمه على وصل النور وعلى وصل الكهرباء وعلى وصل الغاز، وهو اللي اسمه على قسيمه الجواز، وهو اللي اسمه بتاع العربيه، وهو اللي وهم اللي العلب اسمه. فهو حاسس مبهر قوي جبار. ما حصلش الليله دي قايمه عليه. انت مرات مين؟ حسن زعبله. فحسن زعبله ده حاسس دلوقتي انه نجم النجوم. اه جايه انت تلعبي في حسن زعبله؟ راح فين الحضن الجميل لجوزك، الحضن الدافي، حضن الشعبطه ده اللي كنتي تتشعبطيه له؟ ها الحضن كده اللي هو كله مشاعر واحاسيس لجوزك، الحضن الدافي، حضن الشعبطه يا ستات، ركزوا معايا، هو ده احد المفاتيح المهمه. كنت ماسكه الموبايل والتوبك. شوفي هو بيحب ياكل ايه، اعمليها له، وخصوصا بقى بالذات لما تعمليها له وتروحي له بيها الشغل. قال يعني كده فاجئتيه. فهي الحقيقه هو سلاح ذو حدين. فاجئتيه وطبتي عليه. برافو عليك، شفتي انت فاهماني ازاي؟ جدا. فدي حركه، وفي نفس الوقت هو لما هيشوف